مشال الاخوان الصحفيين بانه ما كاينش ازمه، ما كاينش عندنا صعوبات داخل حزب العداله والحريه، غادي نكون كنغطي الشمس بالغربال الا كان عندي. نتوما ما ذكرتوش كاع رئيس المجلس الوطني راه قدم الاستقاله ديالو، انا نفكركم غنكون غيكون من الغباء، وغنكون كندير معكم لغه الخشب. قلت لكم ما عندناش صعوبات حقيقيه في هذه المرحله، راه ملي يكون عندك رئيس المجلس الوطني قدم الاستقاله ديالو عنده ملاحظات دونها في ثلاث صفحات، هذا يؤشر ان كاين مشكل، كاين عندنا مشكل داخلي. ملي كيكون عندك السي عبد العزيز عمري واحد الوقت قدم الاستقاله ديالو وزرناه، انا كان عندي الشرف نكون في واحد اللجنه وزرناه في البيت ديالو، ذكرنا معاه وراجعناه وفهمنا الموقف ديالو وخدينا الاشارات ديالو والاراء ديالو وبلغناها للامانه العامه وتفاهمنا، كان التفاهم والتفهم، ورجع للامانه العامه ياك السي عبد العزيز، ورجع للامانه العامه. هذا هو الحزب السياسي وبالاجماع صوتنا على الرفض ديال الاستقاله ديالو. هذا هو الحزب، حنا راه ما عندناش الناس اللي كيتمردوا وكيزيدوا خطوه، لا، عندنا الانسان كيتقلق وكيقدر يعبر على الراي ديالو، كنمشيو كنقدروا نزوروه ونراجعوه الى اخره، يمكن له يتمسك يمكن له يتراجع. هذا هو الحزب السياسي. وعندنا كذلك مؤخرا الموقف اللي ماشي ساهل ديال الاستاذ عبد الاله بن كيران، ولذلك نحن لسنا مؤهلين كرئيسي فريقين اليوم باش نعطيكم المواقف من هذا الشيء. هذا الشيء سيتم مناقشته كذلك في الهيئات ديال الحزب، وغادي نشوفوا شنو نديروا. انتم كتلاحظوا قريتوا البارح التوجيه ديال الاخ الامين العام، شنو فيه؟ هذاك التوجيه راه دار بعد التشاور ديال القياده ديال الحزب. الامانه العامه في هكذا ستتخذ المبادرات المناسبه وبالشكل المناسب من اجل ان نتعاملوا مع هذه النازله ديال ماشي التجميد ديال العضويه ديال الاستاذ عبد الاله بن كيران، ونلقاو الحلول المناسبه لما فيه مصلحه الحزب ولمصلحه الوطن. واؤكد لكم ان حزب العداله والتنميه مره في مراحل سابقه من مراحل صعبه واستطاع ان يتجاوزها، وشعوري ان شاء الله ان الحزب سيتجاوز كذلك هذه المحطه الصعبه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.